بزوز هزائم متتالية الإفريقي واصل رحلة البحث على انتصاره الأول. غيابات بالجملة في التشكيلة والأمور صعبت أكثر على المدرب البنزرتي. الفريق الضيف النادي الرياضي الصفاقسي العائد بانتصار من سوسة يطمح في هاللقاء كسب نتيجة المباراة واستغلال الوضعية الحرجة لمنافسه. إدريسا يحاول المباغتة منذ البداية، بعدها محمد علي منصر في تنفيذ كرة ثابتة وتصويبته فوق العارضة. الإفريقي بسرعة يرد على هالمحاولة، تصويبة الحداد ما كانتش مؤثرة. الحدادي من اللي صار يوزع وكورته ما كانتش اختيرة على دفاع السي اس اس. زملاء شلوف حاولوا ينظموا خطوطهم وخاصة خط وسط الميدان على غرار هالمحاولة اللي أثمرت ركنية. الإفريقي أداؤه كان أفضل في هالفترة ولاعبه الحدادي يحاول التسديد وكورته يتصدى لها رامي جريد. الضغط يتواصل من جانب الإفريقي، القزاوي يتوغل كل قوة يسدد وحارس السي اس اس يبعد الكرة للركنية. بعدها الهذلي من اللي صار يوزع الحداد بلمسة يمهد والمتابعة كانت غايبة. تحركات تجابه وماهر الحداد ما كانتش كافية لمغالطة الحارس الجريدي. في المقابل إدريسا بمفرده أخلق الخطر. الدخيلي في مرة أولى يتصدى، إدريسا من جديد يمهد لمحمد علي منصر وهدف أول لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إمكانية إضافة هدف ثاني تتوفر للضيوف وفرجاني ساسي يهدر الفرصة. لاعب الإفريقي جابو تحرك كما يلزم وفرصة أخرى مهدورة. الحدادي بدوره يحاول لكن غياب المساندة للخط الأمامي كان واضح. مع نهاية هالشوط محمد علي منصر يصاب ويغادر الميدان. نشوفه في الفريقين، معناتها النادي الإفريقي قاعد يضغط على النادي الصفاقسي، لكن النادي الصفاقسي بكل معناتها حكمه وبكل عرف كيفاش يتخلص وعرف كيفاش يسير 45 دقيقة، ولذا إن شاء الله نشوفوا 45 دقيقة آخرين لعب كرة نظيف وجميل. والنادي الإفريقي والنادي الصفاقسي هما فريقين عتيدين تربطهم علاقة أخوية، وإن شاء الله روح رياضية هي اللي تنتصر إن شاء الله. النادي الإفريقي محسوب بدا الشوط الأول يهاجم، يعني محسوب اللعب عنده هو، لكن تحس في انت اللاعب المقابل صفاقس في الهجوم، يعني يعملوا فرص يعني وخطيره. منهم جات فرصه فهمت الله، يعني عنده مهاجم عمل كما نقولوا اكسبلوا فهمت الله، سجلوا لنا هدف. احنا نلعبوا فهمت الله يعني ومسيطرين، لكن هما كانوا الاجر، كانوا يعني واقعيين هكا وسجلوا لنا هدف، يعني هدف ما فيه حتى شيء، ما عندك ما تقول فيه. البحث على هدف التعديل هي غاية الإفريقي في هالفترة الثانية، ودفاع النادي الرياضي الصفاقسي يقذ لها السيناريو. كرة ثابتة لعبد الكريم تجابو ورامي جريدي يتصدى. علي معلول من اللي صار يتسرب وكورته يتصدى لها الدخيلي. الإفريقي يواصل البحث على الحلول، كرة في ظهر الدفاع من الهذلي والحارس الجريدي في توقيت سليم يخرج ويبعد الخطر. معلول مرة أخرى من اللي صار يتوغل، العيفة في هالمرة يتدخل. دقيقة 63 تجابوا من اليمين يوزع، الهذلي يحاول الصعود بالرأس والحكم اللقام يعلن على ضربة جزاء. قرار فاجأ ملاعبية سي اس اس وبطريقتهم احتجوا عليه. تجابوا في التنفيذ وهدف التعديل لصالح الإفريقي. بعد هالهدف اللعب أصبح مفتوح من الجهتين، وكل فريق كان يطمح لتسجيل هدف الفوز، وخاصة الفريق الضيف اللي عول كثير على الهجمة المعاكسة أو على التسربات الجانبية لعلي معلول، وخاصة في هالكرة اللي سدد فيها بكل قوة وكورته في الشباك الجانبية. دقيقة 80 ملاعبية النادي الرياضي الصفاقسي يطالبوا بضرب جزاء والحكم يؤمر بمواصلة اللعب. التشويق يتواصل
وتوفيق الصالحي بدوره يطالب ضربة جزاء. الضغط يتواصل من طرف الضيوف وأكثر من هدف يذيع على زملاء الجريدي. خمس أهداف كاملة على الأقل كان ممكن تسجيلها، لكن فخر الدين بن يوسف الحظ ما كانش لجانبه ولا جانب زملائه، لينتهي بعدها لقاء بنتيجة التعادل 1-1. ماتش نيول بون، واحد ما يقول الحمد لله، لكن بالمردود اللي عطيناه بالليزوكازيون اللي خلقناهم اليوم، ما نعرفش بوتيتر الاربيتر صحيح في البينالتي اللي عطاه، بوتيتر لا ما نجمش نحكم توا، اما كنا نتصور كنا نستحقوا لي 3 بوان تاعنا. بون الحمد لله، على كل حال مازال المشوار متواصل، لازمنا نزيدوا نخدموا. توا الفاز نتاع الشامبيونات التونسيه تقف لهنا، نخموا في الكاف، بعد ماتش الكاف يعمل هذا لي ان شاء الله، نرجع بروح جديده ان شاء الله. بطوله العار بكل المقاييس، وقت اليوم نشوفوا اللي قاعد يجرى في التحكيم، هذه بطوله العار. انا شفنا اليوم شنو اللي صار، وشفنا الماتش اللي فات، وخاصه الماتش هذا هاك شفت هاك، انتم بيتكم تبارك الله اعلاميين وتبارك الله بكلكم عندكم تجربه وتشوفوا في المباريات، عمركم شفتوا حكم اليوم يحكم بالطريقه هذه؟ يا خويا طلبنا كل حد يعطي حقه، ما طالبين حتى انسان باش يعطينا الزين، وليدات يخدموا، اونترونور يخدم، هيئه تخدم، يجي حكم يقلب لك المباراه بنيه مبيته. بعد الهدف ونيتي ديزورغانيزي وخلينا مساحات وشفنا من النادي الصفاقسي قعد متكتل التالي وإلى جوي الكونتر، وهذاك عليه شفتوا في الاخر اللي فما دي زوكازيون دو بوت، ولكن جينيرالمون معناها اللاعبين دو كوتي معناها ايزون ايتي ايبويزي اليوم. الجديد في موضوع ايزيكال يظل يعطوا النادي الافريقي مهله، بعد هي تنقضي المهله باش تولي معناها مشكله نتاع معناها خصم نتاع نقاط، ونوصل الموضوع. والله ما ظهر لي كامش نوصل الخصم نتاع نقاط، لأن رئيس النادي تكفل بالموضوع ومانيش انا نتبع فيه، تبع فيه الكاتب العام وامين المال ورئيس النادي والهيئه القانونيه نتاع النادي الافريقي، وظهر لي لقينا الحل ومش تفضل معناتها باش يلقى حلها في خلال الاسبوع هذا اليومين القادمين ان شاء الله، يكون الملف هذا تتوافر فرد مره ان شاء الله. النفطي غادر طرابلس دعوه انه ما تسلمش مستحقاته، معقول هذا؟ لا مش صحيح بالكل. النفطي صارت له كونجونكتيفيت البارح في عينيه، خفنا عليه، طلب هو ولح باش يقعد مع المجموعه، زوزه تبع تاع الفريق جاوا عينوه قالوا مش ما ينجمش يقعد معاه، خفنا على العدوى تاع بقيه الفريق، هو موجود معنا وما عنده مصام، ما فماش منها الحكايه دي. مجيد تحيه لكل اللي تحكمين في متابعه هذا الموعد الاستثنائي من الاربعاء الرياضي، ونرحب ترحاب خاص بنجم المتلوي، فريق نجم المتلوي حاضر معنا في هذا البلاتو، سي شكري الخطوي مدرب نجم المتلوي، مرحبا شكري. مرحبا انيس، مرحبا بخويا خالد وسي عبد الباقي وخويا شهاب وسي مراد، وشكرا معناتها الف مبروك مره اخرى. شكرا، عايش كبارك فيك. سي بوصيري بوجلال ايضا رئيس جمعيه نجم المتلوي، مرحبا سي بوصيري. مرحبا بكم، بارك الله فيكم على الاستضافه، وشكر لخيان لاسره البرنامج، وهذه لفتة ممتازة لأبناء المتلوي ونشكركم عليها، وإن شاء الله تشوفوا نجم المتلوي في ثوب جديد إن شاء الله في النصر. إن شاء الله سي بوصيري، لا شكر على واجب بطبيعة الحال، مرحبا بكم أيضا الفريق كلها وحاضر تروفوا على الشاشة، تحية مرة أخرى من بطبيعة الحاضرين معنا لفريق نجم المتلوي، يعطيهم الصحة. أكيد مازلنا باش نحكيوا بطبيعة عن سبل النجاح بالنسبة للنجم المتلوي، لكن قبل هذا الكل خلينا نمشيو في تحليل وقراءة لمباراة النادي الإفريقي ونادي الصفاقسي. معك سي خالد، نحكيوا عن المباراة هذه بالنسبة للنادي الإفريقي، مشاكل تتواصل بالنسبة للنادي الإفريقي، مشاكل تجسيم، رحلة البحث عن أول 3 نقاط في مرحلة التتويج، في المقابل النادي الصفاقسي قدم مردود طيب خلال المباراة هذه، كان قريب برشا من العودة ب3 نقاط من رادس بالذات. والله هو ماتش كان صعيب على الفريقين، نادي الصفاقسي يعني لعب بأكثر أريحية بيسك يعني في مقابل الفارطة يعني انتصر على المباراة الساحلي في سوسة، يعني تحس به كان يلعب مرتاح، وكان ينتظر في النادي الإفريقي
ويلعب في الهجمات المعاكسة. مدرب يعني نادر الصفاقسي الى غومي نفس التشكيله، يعني الاكيليبر نتاع الفريق يعني موجود، الاوتوماتيزم موجود. نادر الصفاقسي يعني من جوله من جوله قاعد يقوم في مقابلات يعني طيبه، وقاعد يقدم في كره باهيه، ولا كونفيونس تحس باللاعبين تلعب يعني عندهم ثقه كبيره في رواحهم، وعندهم من بون ميتريس تكنيك، يعني الكور ما يضيعوش يعني بسهوله. نشوفوا الكاليتي دو جوار اللي موجودين، يعني اتومامو ينجموا يسجلوا خاصه وقت اللي يلعبوا لي كونتر اتاك. بالنسبه للنادي الافريقي يعني شفت في زوج مقابلات الاولانيين ظهر لي سي فوزي قرب للتشكيله، نقولوا احنا المثاليه اللي كان يلعب بها نبيل كوك. اليوم خالد لاموشيه رجع المار حداد، جابوا خالد لاموشيه مراد الهذلي، خالد لاموشيه البارات اللي يعني كم دوزيام بيفو، القزداوي اون بوينت، الاربع مدافعين اللي بدا بهم نبيل. شفنا في المقابلات مع نبيل في الثلاث اربع مقابلات الاخرى يعني قاول الكيليبر ولا فما تجاسم ما بيناتهم ويتفاهموا، يعني الاوتوماتيزم تخلق ما بين الملاعبيه هذوما. اليوم النادي الافريقي الضغط انا كلمت صمت عليهم يعني كوت كوت يلزمهم ينتصروا، سينو باش يلقاو رواحهم يعني بعدوا على الشامبيونان. هذاك علاش يعني كانوا يلعبوا ولكن منرفزين، يعني ضغط النتيجه، يعني ضغط النتيجه خلاهم يعني يخسروا في كور يعني نقولوا احنا سهله برشا. سمعت يعني زميلي سي فتح العبيدي قال اخترنا يعني لي كونسين تعطات في الفيستير اللي مش يسكروا الكوروار، يعني الجنبات نتاع سي اس اس خاطر القوه نتاعها مع الاروقه وسوفو على اليمين معلول على اليسار يسكروا على الجناب، واختاروا باش يلعبوا نقولوا احنا في عمق دفاع نتاع نادر الصفاقسي. لكن اني كنت انتظر باش يلعبوا في عمق دفاع نادر الصفاقسي بالكرات القصيره، نقولوا احنا باللي زون 2 بتاتر، نقول لك بتاتر طولة القامة ورزان شوية بتاتر التفكير نتاعهم، لكن تفاجأت بالكور الطوال يعني سهلت مأمورية نتاع مدافعين نادر الصفاقسي وخاصة قصر القامة بالنسبة للاعبين نادي الفريق. أول فرصة يعني أول فراب يعني في الدقيقة 12 وقت اللي ماهر حداد يعني براتيكمون تخلف في الجهة اليمنى، الجهة اليمنى وقذف، يعني كانت يعني الكرة ما شفناش برشا فرص، لكن في أول هجمة مركزة نادر الصفاقسي شفنا المهاجم إدريسا ماتي تعدى بلا العيفة يقذف، ترجع الكرة يحط كرة وريتري، نقولوا احنا كالعادة حتى نجموا الفرص هذوما شفناهم ضد النجم الساحل لمركز زوز أهداف. فخر الدين على اليمين يحط كرة روتري يجي محمد علي المنصري من التالي يسجل. اليوم شفنا زادة براتيكمون نفس الشيء، هذه حاجة مخدومة في ليزونترومون، ديما المنصري يخلط من التالي كمهاجم ثاني، يعني في ال 20 30 متر الاخرانيين ديما تلقى القريب لدريسا، وهذاك علاش يعني نادر الصفاقسي براتيكمون في كل مقابلة قاعد يسجل فيه هدف. يعني فات نقولوا احنا الشوط الاول هدف لصفر، النادي الافريقي ما عادش عنده حتى اختيار بصراحه. جيتي سوربري دوزيام ميتون الملاعبيه يسو سون دوني افون، عطاهم من عندهم لي كاليتي دو جوار في النادي الافريقي بصراحه موجوده، كل جوار يعني عطاه من عنده اليوم يسو سون دوني افون باش ينتصروا في لي كاليتي موجوده. لكن شنو نقص النادي الافريقي في ثلاث مباريات، المباراه الثالثه على التوالي الصعوبات نفس الصعوبات تتواصل، يعني خط الوسط في ثلاث مباريات ما ريناش خدم كيف ما يلزم، كرات ما وصلتش للهجوم، ما ريناش راس حربه صريح في النادي الافريقي. هذه المشاكل هذه كل شنو الاسباب نتاعها بالنسبه لك انت، خاصه حضور البدني بالنسبه للنادي الافريقي في ثلاث مباريات؟ يعني كيما يبدا النادي الافريقي في ربع ساعه الاول كيما كمل المباراه نشوفوا يعني في ربع ساعه الاخيره خاصه رولاشمون بالنسبه اللاعبين الافريقي. والله اليوم انيس قلت لك الملاعبين زون توني 80 مينوت، ما صارتش يعني تغييرات نقولوا اضطراريه، يا با دو دي بليسي، ملاعبي كل عطات من عندها، يعني ايزون في ان بون ماتش. نقصد نقولوا احنا زهر ما مشاش مع الكره خاطر جاتهم كلكو زوكازيون، لكن وقت فما ضغط نفساني على الملاعبي بتيتر لو ميور بيتور دو موند تجي فرصه يعني فرص سالم ينجم يسجلها، الضغط كبير يلزمنا ننتصروا كوت كوت. نادر الصفاقسي يلعب باكثر راحه، ما يفوزش ما يخسرش ماتش، نقولوا احنا كابيتال
ماتش كبير تري امبورطون. اذا كان تخسر الكلوب تخرج من الكورس، واذا كان تربح مش ترجع تراهن على الشامبيونا. ايزون فيها ماتش نول، لكن في الاربع دقائق الاخرانيين من الدقيقه 90 ل 94 نادي الصفاقسي كانت نجم تسجل زوز ولا ثلاثه اهداف، على خاطر النادي الافريقي هبطوا بكل ثقلهم باش يحبوا يسجلوا الهدف الثاني، يوريك اللي لعبوا للانتصار ما لعبوش للنيل. واني بالنسبه للماتش هذا نقول برافو لاعبين النادي الافريقي، عطاو من عندهم، لكن النتيجه ما مشاتش. لكن اون كونتر بارتي نادي الصفاقسي عمل ان تري بون ماتش بالرغم من خروج محمد علي المصري منصر. ان شاء الله نتمنوا له كل الشفاء، وان شاء الله تطلع الضربه ان شاء الله خفيفه، ان شاء الله ضربه خفيفه. كان زادا في اخر مقابله كان زادا يستحق زاد الانتصار. واضح سعد باقي بالنسبه للاربعه فرق قبل مرحله التتويج كي نتسائلوا يعني شكون باش يكون صاحب اللقب، ما نعرفوش بحكم تقرب المستوى بالنسبه للاربعه فرق هذوما، لكن حتى الجوله الثالثه كيفاش تقيم انت مردود بالاربعه فرق؟ كيفاش ترى خاصه مردود النادي الافريقي مقارنه بالفرق الاخرى؟ نادي صفاقسي بتبيع مردوده من مباراه لمباراه بعيد عن نتيجه اليوم، نادي صفاقسي قدم مباراه كبيره ايضا. انا قبل هذا نحب نقول اني نتمنى من الجامعة ومن الأندية مسؤولي الأندية أنه يشوفونا فورميل باش يحافظونا على طريقة البليوف، خاطر بكل صراحة السنة مارينا كرة إلا في بريود متاع البليوف وفرصة معنا متاع احتكاك جدي ومتاع تنافس معناها باهي اللي يجم يطور ويحسن مستوى كرة القدم التونسية. وثم بعض البطولات اللي التشأت للشكل هذا باش طورت نفسها خاصة في الخليج. بالنسبة للتوقعات إلى حد الآن نقولوا ثم تكافؤ بين ثلاثة أندية اللي هي ترجي نادي صفاقسي ونادي والنجم الساحلي. بالنسبة للنادي الإفريقي الوجه اللي ظهر به النادي الإفريقي بالنسبة لي منتظر في عدة عوامل، منها تغيير مدرب، منها بريود متاع الراحة اللي هي ما لعبتش فيها وضيعت فيها شوية ريتم واحد كل شيء، منها بعض الإصابات. ثم باش نكونوا واقعيين النادي الإفريقي بدأ موسم السنة بهيئة مديرة جديدة برئيس جديد على الكرة التونسية وعلى النادي الإفريقي، والرئيس هذا تحدث عن مشروع بثلاث سنوات من أجل النهوض بالنادي الأفريقي إلى مستوى معين اللي يطمح له هو واللي تطمح له أحبائه. وبالتالي أعتقد أنه إذا كان النادي الأفريقي حب ينجح ما يزموش يبدأ في المحاسبة على بكري، معناه ما يزموش يخمم في بناء مشروع بتاع ثلاث سنوات وفي نفس الوقت يلزمني نهز البطولة. لا، يزبك تكون موجود أنت في دائرة الرهان، صحيح أنك تلعب من أجل البطولة، ولكن الأهم هو التفكير في إنجاح هذا المشروع. لأنه إذا كان كل فريق يبني على 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 انطلاق من حاضره لمستقبله ويمشي بخطى ثابته وما يخليش العثرات تهز له هكا الطموح هذا يجي ينجح. اما اذا كان كل ما نخسر ماتش ولا نعمل ماتش نرجع للتالي ونقف ونقول لا ونعاود شنو ونعاود نراجع ونعاود نشوف ونعاود كذا، تقعد طول عمرك تراجع وما تعمل حتى شيء. وبالتالي اللي نعرفه هذا تم الاعلان عليه في جلسه عامه النادي الافريقي في جلسه عامه الانتخابيه انه ثم مشروع لاعاده هيكله وبناء النادي الافريقي، لابد من المواصله في هذا الاتجاه. كان جات النتائج تو مرحبا بها، ما جاتش راي تو تجي بعد اتمام المشروع واعاده هيكله النادي. حب نتعدى هنا سامحني ولو طولت شويه على الصحفيين، هذا الزملاء الصحفيين لأنه احنا الزملاء الصحفيين اللي قاعدين نساهموا في صنع هذا الحدث، معنا بطريقتنا الخاصة اللي بالكاميرا متاعه واللي بالميكرو متاعه واللي بستيلو متاعه، قاعدين نتعرضوا إلى مظالم كل مظالم اللي تعرض لها سيروت في عبد النظر واللي شكا منها حتى نحبوا نشكيو. هاي مسيرش هذه ولو توحكي فيها سي مراد دعمي. تعودنا أنه من قبل ونعرف أنه منصة الإعلاميين لا يمكن أن تكون عليها وصاية من حتى نادي. يا اخي هذه كل مره يجينا فريق معنا يقول لك ابعثوا لنا سامي باش نعطيكم بجوات باش ندخلوا الاستاد، راح نحن ما نخدموش عند الفرق، احنا ناس نخدموا في مؤسسات عموميه وخاصه معترف بها ومرخص لها وعندنا بطاقات مهنيه هي اللي تخول لنا باش ندخلوا للملاعب، وما احناش في حاجه الى بطاقات اون باراليل. وليس عندك ساعتك بطاقه صحفي محترف نقولوا علاش نعملوا فيهم يعني مادام ماناش نستغلوا فيهم. بالضبط وليت معناها كواترو نخبيوها في جيبنا. المره اللي فاتت بالنسبه لمباراه الترجي طلبوا معناها بادجوات وكذا، المره هذه النادي الافريقي نفس الشيء، قال شنو هو باش ما تتعباش منصه صحفي. نمشي معاك انه ساعات يجي ماتش ما يلزمش الصحفيين الكل تحضر في الكاباسيتي نتاع الاستيعاب وكل شيء، ولكن مش الوصايه ما لازمش تكون في الانديه. احنا نطالبوا
الوخيان بالحياد، وساعات نلومه على الزميل لانه تحرك هكا في بونتو بتاع فريقه ونقيمه عليه القيامه وكذا. يا اخويا اذا كنت تحبني محايد ابعد عليا، زاد انت كنادي ومش انت اللي تنظم منصه الاعلام، لاني منصه الاعلام من الواجب احترام حريتها واستقلاليتها ودع عدم خضوعها لاي نادي. تقول لي لشكون شكون مش يقوم بالعمليه التنظيميه في الحاله هذه؟ تعودنا سابقا كانت ثم إدارة عامة الإعلام تقوم بالعملية هذه، توا ثم مصلحة عامة الإعلام في الوزارة الأولى تجم بالتنسيق مع جمعية صحفيين رياضيين وكذا تم العمل، لأني أعتقد أنه ما يقع هو اعتداء على حرمة الإعلاميين الرياضيين. أتكلم على الأقل على شخصي وعلى بعض الزملاء اللي حكينا معهم في الموضوع هذا، ولا بد من وضع حد ولا بد من تدخل اولا من اداره الاتصال بالوزاره الاولى، وزاره شباب ورياضه لابد من لفت نظرها للشيء هذا، والانديه يقولوا لهم بكل لطف وبكل اخوه بكل حب ماذا بينا رحنا نتعاون معاكم، ولكن دون وصايه ودون ان تضعوا ايديكم على الاعلاميين. واضح صاحب الدقي. باهي نمشيو من الاعلام نمشيو للحكام. مردود الحكام في هذه المباراه ماكسي مراد. نتعداو المباراه النادي الافريقي والنادي الصفاقسي، المباراه هذه اخذنا منها بعض الحالات. القاسم المشترك في الحالات هذه هي المادة 12 اللي لم تطبق كما ينبغي، وتنشوفوا الحالات تباعا. الحالة الأولى اللي عندنا هنا نشوفوا توزيعها وتدخل على حارس المرمى، ونشوفوا هنا هاي كرة داخل المنطقة، نشوفوا اللاعب النادي الأفريقي يلعب الكرة بالرأس، ونشوفوا اللاعب زميله هنا باش يحاول يلعب الكرة، ولكن نشوفوا التدخل متاعه فيه خطورة على حارس المرمى. الحكم في الحالة هذه بالفعل أعلن على مخالفة، ولكن المخالفة منقوصة، كان عليه أن يشهر البطاقة الصفراء في وجه مهاجم اللي قام بالخطأ هذا. الحالة الثانية اللي عنا كيف كيف عنا هنا نشوفوا عملية انزلاقية تاكل في وسط الميدان، نشوفوا كيفاش لاعب النادي الصفاقسي يقوم يعني بعملية انزلاقية تاكل في خشونة. كذلك الحكم هنا اكتفى بالمخالفة الفنية اللي هي المخالفة مباشرة، وكذلك كان عليه إشهار البطاقة الصفراء في هذه الحالة ولم يفعل ذلك. في اللقطة الثالثة اللي عندنا هنا باش نشوفوا كيف كيف كرة القدم هي فرجة، وباش نشوفوا اللاعب هنا يخرج كرة من المنطقة متاعه ويتلقى زميله ويقوم بمراوغة فنية ولقطة جميلة، ونشوفوا لاعب النادي الافريقي هنا كيفاش يمسك المهاجم اللي كان بصدد بناء هجمة واعدة. الحكم هنا صحيح مرة أخرى قام بالإعلان على مخالفة مباشرة، ولكنه لم يشهر البطاقة الصفراء. أعتقد أن القراءة متاعه كانت منقوصة، وفي الحالات هذه أنيس لابد على الحكم أن يشهر البطاقة الصفراء. إذا كان الحكم يتهاون في إشهار البطاقة الصفراء باش تولي العملية تتوالي العملية، وباش يولي هنا تسيب، واللاعب يحس أن ما فماش حماية للعب كما قلنا وأسلفنا ذكره. وبالتالي مفروض في حالات مثل هذه الحالات الحكم أن يشهر البطاقة يعني الصفراء. يعني نفس المشكلة كان مطروح في زوج مباريات، تراه اللي ضغط المباريات يعني صعوبة المباريات أثرت حتى على الحكام. يعني شوف المباريات نفس أنيس التحكيم ما سهلش منه. نشوفوا باللينيو نتاعنا بالعين المجرده نعلن على المخالفه، ريت مخالفه نعلن على الخطا الفني اللي هو مخالفه مباشره وغير مباشره، اذا كان اقتضى الامر باش نشهر البطاقه الصفراء او البطاقه الحمراء لن نتهاون في ذلك، وبالتالي يكون القرار يعني كما قرار كامل ولا يكون قرار منقوص مثل هذه الحالات اللي شفناها. الحاله الرابعه اللي عندنا باش نشوفوا هنا واللي كثر عليها الجدل، الاعلان على ركله جزاء. نشوفوا هنا من الجهه اليمنى باش نشاهدوا هنا توزيعه، وباش نشوفوا لاعب النادي الافريقي داخل المنطقه داخل قرب منطقه 550 يتنافس هو المدافع، يصعد باش يلعب الكره بالراس وما فماش التحام طفيف عادي، وسقوط لاعب النادي الافريقي سقوط يعني ما فيش ارتكاب مخالفه من طرف مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي، وبالتالي كان على الحكم في هذه اللقطه ان يترك اللاعب يتواصل ولا يعلن على ركله جزاء، والقرار نتاع الحكم قرار خاطئ في هذه يعني الحاله. يعني ما فماش ضرب جزاء في هذه العمليه، ليس هنالك خطا وليس هنالك ركله جزاء. نمر اللقطه الخامسه اللي عندنا، المطالبه بضرب الجزاء. نشاهد هنا على الجهه اليسرى لاعب النادي الصفاقسي يمرر كره ويزع كره، اللاعب هنا النادي الافريقي اللي هو قدامه باش يحاول يعمل كره، عمل له مورتي بالصدر نتاعه وروض الكره بالصدر، والكره واليد نتاعه مفتوح. هنا نحب نفتح قوس صغير، حركه اللاعب حركه جسم اللاعب ووضعيه اليدين يعني تمشي وتتناسق مع حركه الجسم، اليد نتاعه صحيح مفتوحه قرب المسافه، ولكن الكره نشوفوا اللقطه، هاي اللقطه سي مراد هي اللقطه هي قدامنا، الكره هي اللي تمشي يعني اليد نشوفوا التوزيعه، شوفوا لاعب النادي الافريقي هنا اولا حاول باش يلعب لاعب النادي الصفاقسي ما فلحش باش يلعب الكره، لاعب النادي الافريقي هنا حاول يروض الكره بالصدر نتاعو، صحيح وقت اللي باش اللاعب باش يروض الكره ولكن الكره هي اللي مشات لليد نتاعو، وبالتالي ليس هناك خطا في هذه الحاله، ولهنا الحكم اصاب في ترك اللاعب يتواصل. هي لمسه يد ولكن غير متعمد بطبيعه الحال، احنا ايش نقولوا احنا في الشروط نتاع لمس الكره باليد فما عده شروط. الشرط لحظه 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 انا جيتك لحظه خالد لحظه هنا اولا
يا اما الكره تمشي اليد، اذا كان الكره مشات لليد ما فماش خطا بطبعي، والا اليد تمشي الكره. اذا كان اليد مشات الكره يلزمنا نشوفوا المسافه ونشوفوا اللاعب، النيه نتاع اللاعب والقصد نتاع اللاعب. في هذه الحاله خالد بساسي قال لك ما مسدش يد الكره، خلينا نثبتوا يعني في هذه الحاله، حتى اذا كان فما لمس طفيف جدا، ولكن يعني هي سي خالد لمسته ولا ما لمستش ما يتغيرش من القرار الحكم بطبيعة. الملاعب يخرج صدره، هي ما لمستش يعني الكره سي مراد يا خالد. شوف انا ما قلت، شوف احنا نلوجوا على طبيعه الخطا الساعه قبل كل شيء. حتى ولو فرضنا في الحاله هذه الكره لمست اليد نتاعو، المعايير لي كونسيدراسيون اللي تتوفر في هذه العمليه لا تستوجب الاعلان على مخالفه مباشره داخل منطقه الجزاء اللي تعطينا ركله جزاء. ولكن انا في الكلمه نتاعي قلت اللاعب روض الكره بصدره، يعمل لها مرتي بالزر نتاعو، واليد نتاعو مفتوحه، فتح اليد نتاعو هنا بطبيعه الحال حسب حركه الجسم، لانه حتى في ميدان يعني التربيه البدنيه الانسان لما يبدا يمشي على ساقيه يعني مرتاح، لما يمشي اليدين نتاعو تتحرك، وبالتالي في وضعيه ومسافه قريبه هي الكره بالفعل لم تلمس يد اللاعب. وقلنا اذا كان فما لمس طفيف، وحتى ان لمست الكره يد هذا اللاعب المدافع ما فماش ركله جزاء في الحاله هذه. واضح. الحاله الاخيره اللي عندنا في المباراه هنا كذلك هي المطالبه بركله جزاء. نشاهدوا هنا الكره على الجهه اليمنى، واللاعب يحاول باش يوزع الكره لاعب النادي الرياضي صفاقسي الزميل نتاعو. هنا باش نشوفوا لاعب النادي الافريقي هو الاسبق والذي لعب الكره، وشفنا كيفاش لمس الكره وسقوط لاعب النادي الرياضي صفاقسي. في مثل هذه الحاله كان سقوط يعني ما فيش ارتكاب مخالفه من طرف مدافع النادي الافريقي، وليس هناك ركله جزاء، وكذلك الحكم هنا اصاب في عدم اعلانه على مخالفه في هذه اللقطه. هذا معنا انيس في مباراه النادي الافريقي والنادي الرياضي صفاقسي. واضح سي مراد. فقط حبيت نسالك يعني مقترح كنا ناقشناه في هذا البلاتو، يعني اقتراح 5 حكام يكونوا يديروا المباريات البلاي اوف، بما انهم مباريات عددهم قليل بالنسبه لمباريات مرحله التتويج، علاش ما يصيرش مناقشه هذا الاقتراح ويصير تطبيقه في تونس ونجربوا نشوفوا الاقتراح هذا ينجح ولا لا، باش نخرج من الاحتجاجات هذه اللي قاعدين نشوفها في كل مباراه. سؤالك وجيه جدا انيس. هو الاتحاد الدولي وجه مراسلات لكامل الاتحادات في العالم اجمع، والغايه من ذلك هو التقليص من الاخطاء، وخاصة الأخطاء المرتكبة داخل 16 متر و50 منطقة جزاء، والتي تأتي بركلة جزاء من عدمها. في حكام يعني يعلنوا على ركلة جزاء غير موجودة، وفي حكام لم يعلنوا على ركلة جزاء اللي هي موجودة. وبالتالي رئيس الاتحاد الدولي دائما وابدا يتناقش مع المسؤولين على التحكيم، وبالتالي يحاول باش يقلص أكثر ما يمكن من الأخطاء. قال للاتحادات إذا كان في إمكانياتكم المالية تنجموا تستعملوا يعني حكم خامس، أليزي أنا عندكم الفيفير من عندي، عندكم الضوء الأخضر. إيه سي مراد، إحنا زوز مباريات في كل جولة، زوز مباريات فقط، معناش ضغط متاع مباريات وثمانية مباريات كم مستنسين، تو زوز مباريات فقط وثلاث مباريات في الرابطة الثانية. يعني نجموا قوموا بالتجربة هذه. قلت لك الاتحاد الدولي أعطى الحرية للاتحادات. احنا نشوفوا فيها في أوروبا تو في البطولة الأوروبية وفي الشامبيونز ليج قاعدين يجسموا في الحكم الخامس، سواء فهمني ولا خلف المرمى اليمين ولا خلف المرمى الشمال، وبالتالي يقلص خاصة بالأجهزة الفنية اللي هي لوريات، يعني يقع كتخاطب وتناسق وتناغم بين الحكم والحكم الخامس، علهم وعساهم يتجاوزوا الأخطاء، خصوصا الأخطاء المرتكبة باليد اللي هي ركلات الجزاء. وبالتالي هنا إذا كان يعني في الجامعة التونسية لكرة القدم يراو من الصالح باش يعملوا حكم يعني خامس يكون خلف المرمى، اعتقد انه يعني نجم يصير هذا. ولكن الحكايه كما قلت لك هي كل حكايه امكانيات ماديه وحكايه يعني كل التجهيزات. اللي ماهيش متوفره لابد باش تتوفر، وان شاء الله رويدا وفي قادم المواسم ربما نوليو نستعملوا الحكايه هذه وما نستعجلوش الامر ان شاء الله. سي عبد الباقي شو رايك في المساله؟ الحكايه قبل ما تكون في التجهيزات سي مراد، الحكايه في التكوين، لانه بصراحه معناها اذا كان نغزلوا تو لشعلنا اربيتروات نشوفوا ثم فقر مدقع، معناها لدرجه انه انا واحد من الناس شخصيا خفت على زوج مقابلات نتاع اليوم، ولو اني تفرجت في واحده منهم غازي بن غزيل اعترف له بانه معناها قام بواجبه ما تفرجش في المقابله الاخرى، ولكن غازي بن غزيل اليوم تحط في فوت بركان، معناها لو كان ما مشاتلوش الامور اليوم كانت تنجم تصير كارثه، والسبب ما يكونش هو. السبب هي بالمجازفات اللي من نوع هذه، معناها قبل ما نحط غازل بن غزيل انا في مباراه كما اليوم نورمالمون تهيئوا لهذايا على مر معناها المواسم اللي فاتت. في تجي تشوف ابار لي سيت معناها 7 حكام دوليين واللي عليهم احتجاج هما بيديهم، ثم نجيو لوجو دي بريزوندون بكري ما قيناش، معناها تجي تشوف مراد بن حمزه اللي كان عز حسب رايي انا احسن حكم في الموسم اللي فات واللي قبله، مراد بن حمزه العمر ما عادش تسمح له يظهر لي باش يكون بريزيدون بور لا ليست. غازي بن غزيل بيدو نفسه يظهر لي 39 ولا 40 سنه ما عادش ينجم يكون كذا. وين التكوين هنا النقطه؟ والله في البنات قاعدين يكونوا في الحكام خير. السنه تم تكوين ما لا يقل عن 80 حكمه في كره القدم النسائيه،
وفي القاعدين مكتفيين باللي عندنا ودز كل مره في الاربيتر والضرب جاي في الاربيتر معناه مش معقول. يلزم يا خويا نقسمنا المشاكل هذه بتاع الحسابات وكذا بمزيد تكوين الحكام واعطاهم الفرص وخلق منافسه. كيكون عندك انت 10 اربيتروات يجبوا يزفروا لك ليتوال وتارجي كيما اليوم وصفاقس كلوب افريكا ولا 15 اربيتر وقتها تجي الجوده وتجي الكاليتي. اما كي تبدا التنافس يكبر بين الدوليين اليوم زرنا قينا الى حد الان تم استعمال حكم دول زوز حكام دوليين من 7 في البلاي اوف اليوم بن حسانه والكردي 5 الاخرين تو استعملناهم. علاش؟ على خاطر قضيه الميولات هذاك يميل للفريق هكا وهكا لك وهذاك. الور اخلق اكثر ما يمكن من حكام، اعطيني 7 دوليين و30 بريتوندون.